السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. اليوم شاركت معكم الغداء ديالي. هنايا عندي البطاطا فريت، هانتوما واحد الشكل درتو هكا، درت له قطعته شويه هكا كما كتشوفوا، قطعته بحال ما هكا وغسلته وحيدت دوك النشويات اللي كيكونوا فيه، ودرت له شويه ديال الملح وشويه ديال النشا وخليتهم واحد شويه، ودابا انا كنقلي فيهم. وهنايا عندي الحوت، عندي هنايا السردين، وهنايا عندي الحوت مشرمل، راه مشرمل اللي عندي هنايا. ودابا ان شاء الله انا معاكم وانتم معايا تمشيو فيه. الغدا ديالنا ها هو كيوجد. قولوا لي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. هذه وصفه عجبتني الصراحه وبغيت نجربها، ولكن الصراحه كتجي واعره. هذه حتى هي مسجلوها رمضان، لانها صراحه الله وصفه غزاله. انتم كيفاش كتجيو؟ حتى الدراري صغار راهم كيبغيو هاد الوصفه هادي ديال بطاطا فريت. نوعوا ليهم دائما بطاطا فريت نفس الشكل. غادي نزيد شويه في البوطه، هانتوما كيفاش كتجي. دابا غادي نوريها لكم ان شاء الله على عن قرب. اللي عجبته الوصفه بغاني ان نعاودها ليه، مرحبا والف مرحبا. خليهم حتى يوجدوا ان شاء الله ونرجع معكم وندوز باش غادي نقلي معكم الحوت ان شاء الله. ما نطول عليكم الفيديو بزاف، وقبل ما نبدا وقبل ما نسد وقبل ما نمشي ما تنساوش الاشتراكات ديالكم، فعلوا الجرس باش اي حاجه درتها جديده توصل لكم ان شاء الله. واللي اول مره كيشوف القناه ديال احلام خديجه ما تنساوش الاشتراكات ديالكم، فعلوا الجرس باش اي حاجه درتها جديده توصل لكم ان شاء الله. كما شفتوا هذه هي مثلا راني حاطه على الكوزينه عاوتاني، وهادشي اللي كاين المتابعين. انا كما قلت لكم اي حاجه كنبغي منها كنديرها راني كنشاركها معكم، وغير شجعوني شجعوني بزاف، لان يعني محتاجه الدعم ديالكم، وبكم وجهد الله غادي نوصل ان شاء الله يا ربي. وهاد الكلمه انا دائما كنقولها ودايره يقيني في الله بانني ان شاء الله غادي نوصل شي نهار ان شاء الله، عطلع القناه ديالي حتى انا ونولي ان شاء الله ندخل منها قريب الخبز، لانني محتاجه كما قلت لكم هاد القناه انا محتاجها الصراحه بالله بزاف. ونتمنى من الله انكم تشجعوني شجعوني شجعوني بلايكات ديالكم وتعاليق محفزه. الا بغيتوا شي حاجه طلبوها مني على راسي وعينيا، الا كانت على قدر المستطاع راني نشاركها معكم. ونتمنى من الله انكم تشجعونا شجعونا بزاف صراحه. الله ملي جينا عند محبوبه تي في الدار الكبيره كنت فرحانه صراحه الله، ديك الفيديوهات الثلاثه طلعوا ليا قلت انني صافي غير القناه ديالي غنبدا طالعه غير واحد شويه وقناه ولات غادي راجعه اللور، ما عرفتش شنو هو السبب. هذوك المتابعين الله يجازيكم بالخير، بقاو معنا شجعونا باش غادي نوريكم شحال من حاجه ونشارك معكم شحال من حاجه زوينه، واخا غير بوحدي. الا ما بغاتش حد يتصور معايا ولا ما بغاش يتصور معايا الدار، غير بوحدي رانا نشارك معكم شحال من حاجه زوينه، ولكن خاصني شويه ديال الدعم
باش انكم تحفزوني. وكيما شفتوا ملي كتكون كتشوف القناه طالعه في المشاهده راه كيولي عندك واحد التحفيز، كيولي عندك واحد شحال من حاجه باغا ديرها، ولكن ملي كتشوف المشاهده ما كايناش راه صراحه عبد الله راه كيجيني واحد العكز، راني غير باقا غاده وصافي. نتمنى من الله انكم هاد الرساله هذه توصل لكم كاملين ان شاء الله، ودعموا القناه ديال احلام خديجه، وان شاء الله ما غتشوفوا من عندي غير الخير، وغتشوفوا من عندي غير الحاجه اللي هي كتستافدوا منها ان شاء الله. ودابا غادي نكمل القلي ديال الطاطا فريت ونرجع معكم. هذا الطاطا فريت بشكل اخر ان شاء الله، اللي بغى الوصفه بغى نعاودها له على راسو على راسو على راسي وعينيا، وهادشي اللي كاين. ودابا المتابعين بعد ما قليت البطاطا هانتوما كيفاش جات، هانتوما كيفاش كتجي، هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا، هانتوما المهم فيها واحد القرمشه ما نقولكمش عليها كبيره. هانتوما كيفاش كتجي، هانتوما هانتوما المتابعين كنعطيه هانتوما. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نقلي الحوت ديالنا. والمقله كتبقى سخونه كتبقى سخونه كتبقى نقيه، يمكن لك تقلي فيها الحوت، يمكن لك تقلي فيها اي حاجه. كما شفتوني راني في البلاصه فين قليت البطاطا هي اللي كان اللي عنقلي فيها الحوت ديالنا. المقله كتبقى نقيه ما كتوسخ ما والو. الحوت عندي مشرمل، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال صبور مطحون يابس، وملت الثومه البصله حكيتها في الحكايه اللي كنحكوا فيها مغيشه والثومه وداكشي، هي اللي حكيت فيها هذا البصله. ديك الماء ديالها هو اللي درتو شرموله للحوت، غير جربوها اللي ما عمرو دار هاد الشرموله ديال الحوت بالبصله، راه كيجي اكثر من الثومه صراحه الله. وانا زعما من العشاق ديال من شرموله الحوت بالثوم بالبصله، لان كيجي واحد المذاق غزال تبارك الله. ودابا غادي نبقى غادي نصبر هكا في القلي ديال الحوت ديالنا، وهانتوما معايا ما تمشيو فين، وشجعوني شجعوني الله يجازيكم بالخير، راني محتاجه التشجيع ديالكم بزاف والله العظيم المتابعين ديال الصراحه الله، راني محتاجه التشجيع ديالكم. ايوا هادشي اللي كاين المتابعين. التواصل كيتلفو شنو نتوما بحالي، حيت كل مرة واحد كيخدم في الكوزينة مشكلة، خاص نبقى تسول وتقلب بحال اللي عاد ساكنة مع الناس. إيوا نقلب على التواصل ونرجع معاكم المتابعين. إيوا كما شفتو المتابعين ديالي، دابا الغدا ديالي هانا وجدتو، كيما كتشوفو الغدا بسيط اللي أي واحد كيوجدو. انا وجدت شويه الشلاضه هانتوما كما كتشوفوا، درت مطيشه هكا كبيره كنقطع بحال هكا، والبصله حتى هي كما هكا هانتوما كما تشوفوا البصله، ودرت منها شويه ديال الربيع والملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الزيت وشويه ديال الحامض. وهذا هنا عندي الحوت دابا بعد ما قليته، وهنا عندي حتى هو السردين هنا حتى هو مقلي. وهذا هو الطبق الرئيسي ديال هذا اليوم، هانتوما كما كتشوفوا قدمته مع شويه ديال الكيتشوب. هانتوما كيفاش كيجي، هانتوما صراحه الله كيجي واعر وكيبقى مقرمش، قليته قبل من الحوت ولكن راه باقا مقرمش ما نقولكمش عليها. هانتوما غندوق معكم وحده، ما نقولكمش عليها كي دايره البنات صراحه. غير جربوا هذه الوصفه هذه والله العظيم الا غتعجبكم. إذا بغيتو نشاركها معكم كتبوا لي في الكومونتيرات ونشاركها معكم على راسي وعينيا. إوا نخليها لا تنسى لي عاد نمشي ليها ناكل على خاطري. كيما شفتوا هذا كان هو الغدا ديالنا هاد اليوم، نتمنى من الله أنه يعجبكم، وشجعوني شجعوني باش نجيبكم دائما الجديد. كيما كانت شي حاجة كانت جديدة راني نشاركها معكم إن شاء الله. وبلا ما نطول لكم الفيديو وما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم، وحتى نتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى ولا فلوق جديد، المهم أي حاجة راني كنشاركها معكم. ومع السلامة، ما عليكم إلا تشجعوني.